السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير أوبريشن هو حل عدد من الإكزامبلز في موضوع ديفيوجن إن غازز. هذه المحاضرة في جزئها الأول راح نأخذ تو إكزامبلز، راح نتعرف على كيفية حل وتطبيقات ديفيوجن إن غازز. الإكزامبل الأول هنا يتناول عندنا أمونيا اللي هو على شكل غاز، راح ينتشر بمعدل انتشار ثابت خلال طبقة من الهواء. سمك هذه الطبقة من الهواء هي 1 ملليمتر ثيكنس. الكونديشن مالتنا راح يكون على أحد أوجه هذه الطبقة من الهواء نسبة الأمونيا هي 50% نسبة حجمية، ويقولنا بأن طبقة الهواء هي stagnant layer. من كلمة stagnant layer راح نعرف بأنه طبقة الهواء ما راح تنتشر بالأمونيا، وإنما الأمونيا فقط هي راح تنتشر بالهواء. يقول لك بأنه الأمونيا راح تنتشر على الوجه الثاني من طبقة الهواء ويكون انتشارها سريع، وإيش قايل لنا بأنه الكونسنتريشن على الطبقة الثانية أو الوجه الثاني من هذه الطبقة راح يهمل اللي هو تركيز الأمونيا على الوجه الثاني من طبقة الهواء. هذا راح له اعتبار عند اختيار ميكانيكية الانتشار. درجة الحرارة المطينية 295 والضغط الكلي يقولنا atmospheric pressure، يعني معناتها 1 اتموسفير. Under these conditions تحت هذه الظروف الـ diffusivity للـ NH3 مطينها قيمتها 0.18 سنتيمتر تربيع per second، هذا قيمة الـ diffusivity DAP. المطلوب حساب calculate the rate of diffusion للأمونيا، the rate of diffusion للأمونيا خلال هذه الطبقة. مطينا قيمة الـ constant الـ R أيضا. نلاحظ بالسؤال بأنه أول استنتاج بأنه هذه الطبقة من الهواء يقول لنا stagnant رقم 1، بما أنه الأمونيا أيضا الأمونيا كغاز في حالة تماس وديفيوجن مع هذه الطبقة من الهواء اللي هي عادة stagnant، فمعناتها نعرف بأنه هي راح نطبق الميكانيكية الثانية لأنه الهواء stagnant والأمونيا معرض إلى الهواء، فمعناتها open system. هاي معناتها راح يكون الخاصية الثانية أو الميكانيكية الثانية راح نقول بأنها قيمة الـ MB هنا قيمتها هي شنو؟ هتكون قيمتها 0. خليكم علامة استفهام، أنا بدي أعرف قيمة الـ MB 0 لأنه الـ MB أقصد به الفلكس للهواء والهواء هو stagnant، معناتها يساوي لنا 0. راح نستخدم قانون الفلكس للميكانيكية الثانية اللي هي بهاي الصيغة لإيجاد قيمة الفلكس للمادة A. لاحظ شنو نحتاج بالقانون. نحتاج الـ DAP مطينية بالسؤال، نحتاج الـ Total Pressure مطينية بالسؤال، الـ R مطينية بالسؤال، التي مطينية بالسؤال، الـ PA1 مطينية بالسؤال، بقالي شنو؟ الـ PA2 أيضا مطينية بالسؤال، والـ Z مطينية بالسؤال. هسه يقول لك الـ PA1 ما مطينية بالسؤال، والـ PA2 ما مطينية بالسؤال، والـ PBM اللوج المين هذا لازم احنا نوجده. الـ PA1 مطينية بالسؤال بس بصيغة ثانية، شلون؟ الـ PA1 مطينا هو بالسؤال طلاب، مطينا قيمة النسبة الحجمية للأمونيا على الوجه الأول للهواء اللي هو مطينا قيمته 50% اللي معناتها قيمته جيد 0.5. هاي 0.5 عن طريقها أقدر أوجد قيمة الـ PA1، لأنه الـ PA1 شي يساوي لنا
اللي هو البارشل بريشر للأمونيا، الوجه الأول من اللاير للهواء، البي اي واحد هو عبارة عن نسبة الأمونيا من ذلك المكان في التوتال بريشر. نسبة الأمونيا مطيناها 50% معناتها 0.5. التوتال بريشر مطيها at atmospheric pressure اللي هي 1 اتموسفير أو 101 كيلو باسكال. أضرب النسبة في التوتال بريشر يطلع لي قيمة الـ PA1. أوكي، هذا قيمة الـ PA1 حصلته. قيمة الـ PA2 راح أعتبره صفر لأنه معرض إلى large volume of air، إلى حجم كبير من الهواء، بالإضافة عرفت بأنه stagnant air ما ينتشر، فعرفت قيمة الـ NB يساوي صفر، فالـ PA2 راح يساوي لنا صفر، لأنه مثل ما قلت لكم لأنه هو open system والهواء غير متحرك ومعرض إلى الأمونيا إلى large volume of air، فقيمة partial pressure للأمونيا في الهواء راح نعتبره قيمته صفر. زين، فعرفت قيمة الـ PA1 و PA2. هسه لازم أطلع قيمة منو، أطلع اللوج المين partial pressure، log المين partial pressure. هذا القيمة تعتمد على partial pressure للمادة B، partial pressure للمادة B. فإذا لازم أطلع partial pressure للأول والpartial pressure 2. partial pressure للمادة B اللي هي الاير هو عبارة عن total pressure ناقص partial pressure للمادة A، سواء كانت للواحد عند الوجه الأول أو الوجه الثاني. فإذا بدي أطلع الـ partial pressure للمادة B عند الوجه الأول، فمعناته الـ total pressure ناقص الـ PA1. total pressure مطيني إياه والـ PA1 طلعته، فراح أوجد قيمة الـ partial pressure 1. نفس الحالة بالنسبة للـ partial pressure 2، معناته الـ total pressure ناقص الـ PA2، راح أوجد قيمة الـ partial pressure at the other faces. وجد الـ PP1 والـ PP2، فالـ log mean partial pressure هو عبارة عن شنو؟ PP2 ناقص الـ PP1 على لين PP2 على PP1، راح أقدر أوجد قيمة الـ log mean partial pressure. هذا كل شيء توفر عندي أني، أطبق اللي حصلته بقانون الفلكس للمادة A، فأوجد قيمة الـ NA اللي هو 5.1 53 في 10 سالب 4 كيلو مول على متر تربيع في سكند. هذا الاكزامبل الاول لل هذا جزء من المحاضرة. الاكزامبل 2 عندنا small diameter tube closed at one end. عندنا tube قطرة صغير مغلق من أحد الجوانب، معناته الجانب الثاني يكون مفتوح ومعرض إلى الجو. من هذه الحكاية معناته رأساً أعرف بأنه السيستم ماتي open system، ورح أطبق اللي هو الميكانيكية رقم 2. was filled رح يملأ باستخدام سائل اللي هو الأسيتون إلى ارتفاع بمقدار 18 مليمتر عن سطح التيوب، 18 مليمتر عن سطح التيوب. يعني السائل الأسيتون ما راح يملي كل التيوب، وإنما راح يبقى من الأعلى التيوب فارغ بمقدار 18 مليمتر بدرجة حرارة 298 كلفن وضغط 99.75 كيلو نيوتن على متر تربيع. هذا هو مطيني التمبريتشر ومطيني التوتال بريشر. يقول لك بأنه هذا السائل راح يتعرض إلى مجرى من الهواء، هذا الهواء ايش راح يسوي للسائل؟ راح يبدي يبخره. ايش راح يسوي للأسيتون؟ راح يبدي يبخره. فلاحظ بعد مرور فترة من الزمن اللي مطينيها 15 كيلو سكند بأنه هذا السائل ارتفاعه راح يبدي يقل
إلى مسافة جديدة 27.5 ملم. بعد ما كان 18 ملم فارغ للتيوب من الأعلى، راح بعد مرور 15 كيلو سكند راح نعرف نشوف بأنه السائل انخفض نتيجة الانتشار تعرضه لمجرى من الهواء. راح نشوف ارتفاع السائل انخفض من الأعلى بمقدار 27.5، صار ارتفاع الفرق بين أعلى التيوب إلى سطح السائل. المطلوب حساب من عندنا calculate the diffusivity. هنا طالب ال diffusivity يعني ال diffusion coefficient، قيمة DAP الملي الأسيتون في الهواء. مطيني قيمة اللي هو كثافة الأسيتون، مطيني قيمة الوزن الجزيئي للأسيتون، ومطيني قيمة ال partial pressure للأسيتون. ال partial pressure للأسيتون. هنا أول خطوة لازم إحنا نحدد نوع الميكانيكية قبل ما نشتغل كل شيء على مود نعرف يا قانون نقدر نستخدمه. بما إنه هو دي يقول لكم open system من أحد الأطراف التيوب، فمعناته هو شنو عندي الميكانيكية الثانية. الميكانيكية الثانية تقول بأنه إذا كانت المادة اللي معرضة للانتشار في حالة تماس مع الهواء، فعادة المادة الثانية هي دا تنتشر بالهواء، الهواء ما راح ينتشر بالمادة الثانية، معناتها الهواء نعتبره stagnant، وقيمة الفلكس مال الهواء هي قيمتها صفر، فالان بي قيمتها صفر. هذا رقم واحد. أشوف من المعطيات مال السؤال بما أنه ما مطيني قيمة البارشل بريشر الثاني للأسيتون، لأنه الأسيتون أيضا معرض إلى الجو كلارج فوليوم أوف إير، فمعناتها قيمة الـ PA2 قيمتها صفر. فالقانون اللي راح أستخدمه لحساب المطلوب الـ Diffusivity أستخدم هذا القانون اللي هو قانون الفلكس للمادة A حسب الميكانيكية اللي اعتبرناها. هذا هو القانون. القانون يحتوي أو يتضمن حساب قيمة الفلكس، بس أنا بالسؤال ما طالب من عندي حساب قيمة الفلكس، طالب من عندي حساب الديفيوزيفيتي، حساب قيمة الدي اي بي اللي موجودة هاي. هاي هو طالب حسابها. زين، أنا أشوف شنو عندي متوفر بالسؤال. أجي الـ R اللي هي كونستانت أعرفها، أقدر أعرفها. الـ T مطيني إياها، الـ Total Pressure مطيني إياها، الـ PA2 حددتها قيمتها صفر، الـ PA1 مطيني إياها اللي هو آخر قيمة اللي هي قيمتها 21.95 بالضبط، الـ Z اللي هو المسافة، وسلاح نعرف شنو شلون نحددها. بقى عندي اللوج المين بارشل بريشر بي بي ام، وبقى عندي الفلكس، بقى عندي الفلكس. اوكي طلاب، بس هاي النوعية من الأسئلة احنا دا يربط بيها مقدار زمن لانخفاض السائل من ارتفاع معين الى ارتفاع ثاني. دا نلاحظ المعطيات بالسؤال، اعيد، بأنه ذاكر إنه مقدار زمن معين راح ينخفض مقدار هذا السائل نتيجة الانتشار. فأستخدم هذا الخاصية، هذا المعطيات اللي هي زمن مع ارتفاع لتغيير من صيغة قيمة الـ NA. الـ NA لأن قيمتها ما عندي، فأقول الـ NA شي ساوينة التركيز في السرعة، والتركيز شي يساوينا الدنسيتي على الوزن الجزيئي. أما السرعة شي يساوينا مقدار تغير المسافة بدلالة الزمن. فأخذ هذا الحدين اللي هي الرو على المولكولار ويت مضروب في دي زد أوفر دي تي، عوض عنها بمقدار الـ NA، بمقدار الـ NA. فصار القانون بهاي الصيغة، صار القانون بهذا الصيغة. هاي الصيغة القانون لازم
قبل ما أبدي أشتغل عليها أو أعوض الأرقام لازم أوجد قيمة هاي المشتقة، لازم أكامل القانون. القانون الزت لازم أربطه ويا من دي زت، أربطه ويا هذا الزت وأكامل، وهذا التي دي تي لازم أكامله اللي هو مقدار الزمن. التي الزمن، عندما الزمن قيمته صفر فالزت هو زت واحد، والزمن قيمته تي زت يساوي زت اثنين. يعني عند بداية عملية الانتشار عندما الزمن صفر فهو مطيني مقدار الارتفاع، الفرق هو شقد مطيني 18 مليمتر، وعندما بمرور 15 كيلو سكند مقدار الارتفاع عن سطح التيوب راح يصير 27.5. فأكامل المعادلة أعلى راح أحصل على هاي المعادلة. هاي المعادلة تحتوي على الزمن اللي مطينا إياه بالسؤال اللي هو 15 كيلو سكند، وتحتوي راح نعيد صياغة نتيجة وجود التكامل اللي صار قيمة الزت، فصار زت 2 تربيع ناقص زت 1 تربيع على 2. الزت حدوده أنا عرفته، الديانسيتي أعرفه للأسيتون، الوزن الجزيئي للأسيتون أعرفه، التي أعرفه، البي أي واحد والبي أي اثنين أعرفه، التوتال برجر أعرفه، الآر والتي أعرفهن، بقال فقط اللوغ المين بارشل برجر. وكنا نعرف اللوغ المين بارشل برجر هو حسابه يحتاج حساب البارشل برجر للمادة بي، بي 1 عند النقطة الأولى وبي 2 عند النقطة الثانية. البي بي 1 احتاج بي توتال ناقص البي اي متوفر عندي، والبي بي 2 ايضا احتاج البي توتال ناقص البي اي 2 ايضا متوفر عندي. وجدت قيمة البي بي 1 والبي بي 2، اعوضها بقانون اللوغ المين بارشل بريشر، راح اوجد قيمة اللوغ المين بارشل بريشر 88.5. كل شيء توفر عندي بالقانون، راح اعوضها بالقانون اعلى، اعوضها بهذا القانون بالارقام، راح احصل على المعادله هذا. كل شيء موجود بها كارقام ما عدا قيمه الدي اي بي، وبالتالي اقدر اوجد قيمتها، ظهرت لي 1.9 في 10 سالب 5 متر تربيع بير سكند. بهذا الجزء انهينا الجزء الاول من حل شيت ديفيوجن انجازز. ان شاء الله لقائنا بالجزء الثاني لنستعرض عدد ثاني من الأمثلة لمعرفة كيفية حساب المعطيات في موضوع الديفيوجن انجازز. وشكرا جزيلا للجميع.